السلام عليكم طلابنا طلاب قسم الهندسة المدنية ويدار الجديد من دروس Selected Topics of Hydraulic Structure. وياكم الأستاذ من أفرايد، واليوم درس راح نكمل الموضوع مالتنا مال Girder Bridge Design. اليوم راح ندخل بالديزاين. المحاضرة السابقة بدينا نعطينا في المقدمة على Girder Deck Bridge، وقلنا هو شنو هو Girder Deck Bridge، وقلنا المصطلح مال Girder اللي هو شنو، اللي هو عبارة عن عنصر انشاء الافق اللي هو الجسور او البيم اللي يحمل ينقل القوه من خلينا نقول الطريق الى الدعامات او الابتيومنت، اللي تكون مسافات من 10 الى 200 متر. المسافات واسعه، ويكون عباره يكون الجير مصنع من عده مواد، منها الكونكريت او الستيل او الكومبوزيت بيم. وقلنا اطول برج او اطول جسر من هالنوع موجود بالبرازيل، بطول 700 متر. قلنا ممكن يستخدموا جسور السكك، الحديد، المشات and so on. اليوم موضوعنا والسؤال الرئيسي بموضوعنا اللي هو how to design a girder deck bridge، شلون نصمم الجيردر ديك بريدج، شلون احلله، شلون اذا اني مهندس وطلبه ومن عندي تصميم جسر معين من نوع الجيردر ديك بريدج. الجيردر ديك بريدج بروسيجر راح ينقسم قسمين: القسم الاول تصميم السلاب، تصميم الطريق نفسه، والقسم الثاني تصميم الجيردرز بشقيه الانتيرير والاكستيرير. نبدأ بتصميم السلاب. طبعا بالمناسبة السلاب ما راح يختلف كثيرا عن الون واي، فشي بس مجرد نحسب الوزن، نحسب الديد لود، نحسب اللايف لود، يكون اسهل اللايف لود، ثم نجمع القوه والامباكت لود، نجمع القوه ونصمم عليه ونختار حديد التسليح. فاول خطوه هذا الجسر عندي، هذا نصف الجسر السنتر لاين مالته، عندي الجيردر زنين بينات الايدج ويث، الثيكنس مال الجسم مال السلاب، الثيكنس مال الرصيف، الالوان، المسافه من الحافه الخارجيه للجردر الخارجي للحافه الخارجيه للرصيف انسان. كل شيء لازم موضح برسم او يعطى بالسؤال، تمام. المسافه الصافيه بين الجردرز، عرض الويب، وهكذا. في اللودنج اند مومنتس اول خطوه طلع الديد لود، مثل ما تعلمنا الديد لود بالنسبه لهذا السلاب اللي هو هذا الطريق، اللي هو الثيكنس مالته في الجاما كونكريت بالعاده 25 اللي نمشي على الاشتو، بالاضافه للاسفلتويت. الاسفلت هو ورا من راح نصب الصبه مال الكونكريت، طبعا راح يتغطى بالاسفلت. هذا الاسفلت راح يسلط وزن، راح يعطى بالسؤال، مرات يطي اوزان اضافيه، اي وزن اضافي يطي مسلط على طريق نفسه راح نضيفه مثل ما تعلمنا. المهم شلون نحسب الدبليو دي، حسبنا من هذه الخطوه في الاس ان تربيع، المسافه بين جيردر وجيردر على 10 سن سكوير على 10. طبعا هاي لكل متر او لكل نسميه كل مسافه بين جيردر وجيردر. ثم نحسب البلود، اللايف بلود هنا مباشره من القانون 3.28 في الاس ان صار 2 على 32 في البي. البي شنو هو؟ البي ماكس ويل لود. بالنسبة ان احنا مالتنا السيارة من نوع MS 18 راح تكون الاعلى لود من MS 18 اللي هي 72.18، فاكيد دائما ناخذ البي مساوية دائما الى زيادة الى 72، الا اذا تغيرت نوع السيارة شوف شنو اعلى ويل لود وخليه. ملاحظة مهمة، مرات من نحسب البرج لين ويث، عفوا نمبر اوف لين، مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة اللي هو يساوي البريد توتال بريد ويث على 3.05 اللي هو طول اللين القياسي. اذا طلع عندي اكثر من 3 لينز، اكثر من 3 حارات، دائما اضرب اللايف لود بزقد 0.8. لا تنسوها، هذا خطا شائع، هواي ينسون 0.8 من يطلع اكثر من 3 لينز. 3 احسب الامباكت لود، اضرب الام ال استخرجته بالخطوه الثانيه بالاي. الاي شلون احسبه؟ قانون نعرفه دائما 15.24 على اس ان. شوف هنا أنا اس ان راح تجيني بعد قليل مو اس ان، فانتبه من دا احسب للامباكت لود للسلاب مال الجسر بالمقام اس ان زائد 38.1، لازم هم اصغر او تساوي 0.3، لا تنسوها.
إذن الام توتال ام دي زائد ام ال زائد ام اي كلي ام توتال. هاخذ هاي الام توتال واصمم عليها. لازم اشيك الدي ريكوارد والدي افيلبل. الدي ريكوارد نفس ما تعلمنا اف 2 ام توتال في الاف سي في الكي في الجي في البي هاي بالضبط طبعا في 10 او 6 اذا كنت استخدم نيوتن وملم الوحدات. مثل البي هنا أنا بهاي الحالة راح اخذها لكل متر فاحنا بنعوضها عمودها 1000 ملم. الاف سي مثل ما تعلمنا سابقا 0.4 اف برايم سي. الاف اس اذا الاف واي اكبر من 350 اخذها 170 اصغر اخذها 140. الكي والان والار وجي مر علينا. الاي للستيل المودلس اوف الاستيستي الستيل 200000 ميجا باسكال. المودلس اوف الاستيستي كونكريت 4730 تحت جدر اف برايم سي. دي افيلبل سلاب ثيكنس يعني انا عندي اذا هذا المقطع مال الطريق او السلاب ثيكنس مال التجديد هذا هنا الى هنا تي كله تمام. انا اريد هاي شنو احسب الدي الدي المتوفرة عندي الواقعية الدي الكبر اللي هنا نسخ نفرض هنا حديد التسليح الكبر اللي هو هذا من هنا الى هنا هذا كبر. بعد شنو عندي الباير دايمتر على 2 نصف قطر القطر على 2 لازم اكبر من الدي ريكوايرد اصغر ناخذ نفسها الدي ريكوايرد. سلاب الكفر سلاب من 20 الى 25 ملم دائما اخذ. بعدين اجي على التسليح عندي تسليح رئيسي هنا بالجيردر بريج راح يكون عمودي على الترافيك يعني عمودي على اتجاه حركة السيارات. شلون احسبه؟ من توتال على اف اس في الجي في الدي اختار فد فاي مناسبة قطر مناسب انا المفروض مختاره من الدي افيلبل واحسب السبيسينج والديستريبيوشن اللي يكون موازي بهذا القانون الحسبي. لازم اصغر او يساوي 67% من الاي اس اذا طلع اكبر اخذ 67% من الاي اس واحسب السبيسينج. هذا اعتقد السلاب مال الجسر ما بيه مشكلة. هسه ننتقل على الشيء الجديد اليوم محاضرة اليوم وجديد عليكم هو شلون نصمم الجيردر. طبعا تصميم الجيردر ما بيداك الصعوبة الصعوبة كلها بالديستريبيوشن فاكتور مع المحاضرة السابقة. اذا ضبطنا انا ضابط الديستريبيوشن فاكتور وضابط شلون اطلع اللايف لود بالمحاضرات السابقة مع الوان واي الجيردر ديزاين يطلع كل سهل. وطبعا هم بي شغلات من الكونكريت شلون من تاخذ التي سكشن الى التصميم العام اخذته همينة بعض الشغلات ما اخذيها من هناك. اول شيء اطلع الجيردر دايمنشن. انا عندي مثلا دا اصمم الانتيريور جيردر اجي احسب الدايمنشن. اول شيء اجي احسب الارتفاع ال h. شلون احسب؟ لازم اكبر او يساوي l center to center على 16. زين يا هي ال l center to center اباع للجسر ككل كقطعة واحدة. المسافة الصافية بين الحافة الخارجية بين الحواف الداخلية للعامدة للجسر العمود الاول خلينا نقول الابتيومنت الاول الابتيومنت الاخير هو الايلان. سنتر تو سنتر هو السبان لينث اللي هو سنتر تو سنتر. يعني نفرض انا عندي هذا الجسر العمود الاول هذا العمود الثاني عندي هذا جسر بينهم السنتر تو سنتر نصف هذا من هنا بالنصف هذا من هنا بالنصف. يعني المسافه شنو؟ سنتر تو سنتر عادي يعطيها بالسؤال او يعطي المسافة اللي هي الصافية ويعطيك الابعاد مال مساندته. اوكي فلازم ال h l center to center اكبر او يساوي على 16. يعني ال h لازم اكبر او يساوي l center to center على 16. بعدين effective span length. هذا ال effective span length من اطلع هذا بعد ما استخدم لا l center to center ولا l يعني امشي كله على هذا ال l اللي هو شلون احسبه؟ حسب المينيموم من قيمتين القيمة الأصغر من قيمتين يا أما L center to center يا أما ال L N اللي هي هاي زائدا أضيف عليها ال H اللي استخرجته بالخطوة رقم واحد اللي هو هذا. بعدين أجي أستخدم effective flange width ال BF اللي هو هاي المسافة. شو تساوي؟ اللي نمسح حتى يكون الأمر واضح بالنسبة لكم. شو تساوي؟ راح تساوي يا اما ال L على 4 ال L استخرجته من ال B او 16 T thickness هذا T slab thickness هذا T زائد ال BW هو هذا ال BW العرض مال الويب او SN1 زائد SN2 على 2 زائد ال BW. ال SN مثلا من هنا الى هنا هذا SN1 من هنا الى هنا هذا SN2 يعني المسافات بين الجيردرز.
بالنسبة للجيردر المعني. هذا استخرجت الأبعاد مال والدايمنشن مال الجيردر. هسه أبدأ أشوف اللودينج الديد لود بالضبط، أحسب الوزن المسلطة الجيردر شي يساوي بي دبليو في الستيم هايت اللي هو هذا. شلون اطلع الستيم هايت؟ اول خلينا نقول طول الجذع اللي هو منا لهنا، هذا اللي راح ابلله نظلله بغير لون حتى يكون واضح لكم، هذا باللون الاخضر. هذا شو راح يساوي؟ راح يساوي الاتش ناقصا الستار ثيكنس مو تمام او الستيم هايت. في البي دبليو زائد البي اف اللي هو هذا هذا الجزء الثاني بي اف تي في كل هندي هاي في الجاما كونكريت. طلعت الوزن الميت، اقدر احسب الام دي دبليو دي في او تربيع على 8 الايضا استخرجناها قبل قليل بالخطوه بي على 8. اللايف لودينج اول شيء احسب ديستريبيوشن فاكتور مثل ما تعلمنا بالمحاضره السابقه، هاي اول خطوه. ورا ما حسبت الديستريبيوشن فاكتور اضرب شنو المنطيني نوع التراك مثلا MS 18 اضرب الويل لود مالتها بالديستريبيوشن فاكتور. الخطوه الثالثه انه اسلط اللايف لود، اقوم استخرج عادي اللايف لود. شلون استخرج اللايف لود؟ من الكيسات اللي ماخذيها بالمحاضرات السابقه الموضوع الون واي. بعدين احسب الامباكت لودينج يساوي ام اي ام ال في الاي. الاي نفس القانون بس ارجو تنتبهوا لي، هنا ال استخرجناه بالخطوه بي، بالسلاب استخدمنا الاس ان، هنا شو استخدمنا؟ ال واضح. بعدين احسب الام توتال وابدي احسب التسليح. الدي افيلب راح يساوي الاتش ناقصا الكفر ناقصا الاسترابس، يعني شوفون هذا خلينا نقول الجيردر ماتي. او ليش نروح بعيد؟ كون هسه نرجع له مثلا هذا. شلون راح نحسب الدي؟ هذا الاتش الكلي تمام. طبعا لنفرض اكو طبقتين تسليح، هذه التسليح فالدي كله هنا هذا الدي ايش راح يكون؟ الاتش الكلي ناقص الكبر ناقص هذا الاسترابس ناقص هذا الشيش التسليح ناقص المسافة بين الشيشين ناقص نصف شيش. اذا نرجع اتش ناقص الكبر ناقص الاسترابس ناقص البايو دايميتر ناقص سبيسينج بتوين لاير ناقص البايو دايميتر على 2، يعني حسب عدد الطبقات اللي عندك انت تحسب تحل وين الدي. الكبر طبعا بالبيم من 40 الى 50 ملم تمام. عاد نحسب الرينفورسمنت الاي اس نفسه مال التي تي بي من ماخذيته ام توتال على اف اس في الدي اللي استخرجته بالخطوه السابقه ناقصا تي اللي هي نفس الاتش اف، مرات هاي نسميها تي ومرات نسميها اتش اف يعني ارتفاع الفلنج. هلنا مرة بما انه بين مادة العرض صغير نحسب نمبر اوف بارز موب سبيسنج اي اس على اي بي. بس هناك خطوة إضافية نشيك البي دبليو العرض مال بي دبليو، احنا مو راح نخلي بي شيش تسليح شيش حديد تسليح. مثلا طلع لي 6 شاشة، قد العرض هذا ما يكفي 6 شاشة فلازم اتأكد. فشنو عندي؟ كفر افق 2 وبعد شنو عندي؟ عندي 2 استرابس هذا وهذا، وعندي ايش كم بار عندي؟ مثلا 1 2 3 في قطر البار. بعد شنو عندي؟ 2 بالسبيسنج بتوين البارز حسب ايش كم سبيس، اذا مثلا 4 صار 3 حسب السبيسنج خلينا نقول مول 2 واحسب. اذا طلع اصغر او يساوي اوكي، اذا طلع اكبر لازم اسوي مثلا سرا ثاني. اذا عندي 6 شاشه اسوي سرا كل سرا بي 3 ما طبعا اسوي 3 سراوات، مفاد اكبر حديد التسليح وهكذا يعني تراي اند ايرور. بعدين استجي احسب الشير، هاي الشير جديد لان انا عندي بيم، الشير كلش مهم بالبيم. ال V ديد يساوي ال W D اللي استخرجته قبل قليل اللي هو هذا يا خطوة، يمكن بالخطوة رقم 2 نعم هاي ال W D هاي. في ال L في ال L center to center على 2، انا ال L center to center تبع على 2. ال V L هاي دي نفس الرياكشن ال R A
اجيب اللودينج السياره لودينج اسلطه اول لود على السبون يعني اعلى لود اسلطه على السبورت واحسب الار اي. الار اي هي نفسها الفي ال وبعدين احسب الفي امباكت بعدين من عندها احسب الفي توتال واروح اختار رينفورسمنت اللي هي المسافات اختار قطر حديد تسليح بالعاده بين 12 او 16 مرات 10 8 مو مشكله اختار السبيسنج المينيمم من ذني القيم. طبعا الاي في هنا 2 في القطر على اعتبار انه الشير هو هذا يكون الشير انا الرجلينات هذه وهذه وهذه سحول الاي في مساحه مالها زائد المساحه مالها تمام في تي اللي هو في توتال وفي سي في كونكريت تمام. نفس الحال ننتقل للاكستيرير جيردر جيردر دايمنشن نفسها بالضبط بالضبط مال من مال الانتيرير جيردر. اللودينج شوي راح يفرق عندي انه الاكستيرير جيردر شايل لي الرصيف فباللودينج بالاضافه اللي تعلمناها نحسب وزن الرصيف نصح للاديشنال ويت. طبعا هو منطيني ابعاد مثلا منطيني العرض منطيني الارتفاع ما انتبه بسهوله حسبه طبعا اغلب الحالات نقارب الشكل الى مستطيل او مربع حتى يسهل الحساب. md يساوي wd في ال تربيع على 8 لايف لودينج بالضبط نفس اللي تعلمناه نطلع ديستريبيوشن فاكتور نسلط اللايف لود كيسز ونستخرج او اكو خطوه اسهل انه الام ال اكستيريور للاكستيريور جيردر يساوي الام ال انتيريور اللي هو نفس المسلط تقريبا اضربه في الديستريبيوشن فاكتور الاكستيريور على الانتيريور على اعتبار انه الام ال انتيريور هذا الام ال انتيريور شو يساوي؟ يساوي الام ال اللي اريد اني استخرجه مضروب بمن؟ مضروب بالديستريبيوشن مضروب بمن؟ مضروب بالديستريبيوشن فاكتور انتيريور. فمن اني دا اضربه الديستريبيوشن فاكتور اكستيريور على الديستريبيوشن فاكتور انتيريور كأنه دا احذف هذا في هذا يبقى لي الام ال اريد استخرجها بالديستريبيوشن فاكتور اكستيريا. اتمنى الصورة صارت واضحة بالنسبة لكم بالنسبة لللايف لودينج وراح اروح استخرج الامباكت لودينج بنفس الطريقة اللي هو الام ال في الام اي الام ال في الاي الاي نفس الطريقه نستخدم 15.24 على ال زائد 38.1 لا تنسون الاي لازم اصغر او تساوي 0.3 اذا الام توتال تساوي الام دي زائد الام لايف زائد الام اي احسب الام توتال واروح اصمم اذا كان الام توتال انتيرير اكبر من الام توتال اكستيرير ماكو داعي اعيد التصميم اقول له روح استخدم نفس التسليح بالنسبه للانتيرير جيردر على اعتبار انه انا بالجسر ماكو داعي اقول له مثلا هذا الاكستيريور جيردر سوي تسليح شكل وهذا تسليح شكل بالعاده اني دا اصمم يعني كقطعه واحده فمو من العملي اصمم كل شيء على حده. نرجع لموضوعنا تمام مرة نحسب الـ impact loading يساوي الـ MI في الـ ML في الـ I الـ I تحسب بهالطريقة هنا نستخدم الـ L اللي منين استخرجناه M total ماكو داعي اعيد حديد التسليح. بعدين اجي اشيك الـ D available الـ D available شو تساوي الـ D available؟ تنتبه الـ D available تساوي الـ H الارتفاع الكلي ناقص عن الـ cover ناقص الاستيرابس ناقص على اعتبار ان عندي اكثر من سيره من البراغي من عفوا من التسليح
ناقص عن البار دايميتر، شوف كم سلة زي السبيسينج عن البار دايميتر على 2 ومن هنا هو الدي، لازم اكبر من الدي ريكوايرد. طبعا احنا عقب نستخرج دي افيلبل ريفورسمنت مثل الانتيريور نمبر اوف بارز، نحسب البي دبليو كذلك، ويكون كملنا التسليح مال الفلكتشر. نجي على الديزاين بالضبط نفس التيرر جيردر بالفي توتال، نحسب السبيسينج. هسه خلنا ناخذ لنا فد مثال شامل على الموضوع. يقول design the critical section of girder deck bridge having the following data. يقول يصمم لي مقطع اخطر مقطع، يعني شنو اخطر مقطع؟ المقطع اللي يسلط عليه اكبر لود، هو احنا دائما نصمم الكريتيكال ونعمل على بقيه المنشأ بشكل عام. هذا الحكي شنو بي عندي؟ منطين الكلير سبان 15 متر، السبان سنتر تو سنتر 15.6، وفي برايم سي 25 ميجا باسكال، الاكواي 400 ميجا باسكال، التراكم 18، البروتكتنج كفرنج 0.7 كيلو نيوتن على متر مربع. يعني الجسر، يعني انا عندي جسر الدعامه الاولى مالته مثلا التيومنت، والدعامه الاخيره هذا نقول الجسر. المسافه الصافيه المسافة الصافية، سوي هاي المسافة الصافية قد منطيني اياها 15 متر. المسافة من سنتر تو سنتر يعني من نص الدعامة، نصف هاي الدعامة قد 15.6. منطينا بعد الجيردر البي دبليو 0.35، العرض مال الايدج، الايدج الرصيف 0.6، الارتفاع مال الايدج 25، الثيكنس 35%، S67%، A1 والSN 1.34. نجي أول شيء نجي نصمم السلاب. أول شيء خلنا نحسب النمبر أوف لينز لأننا نحتاجه من طريقة ديستريبيوشن فاكتور. توتال بريدجوت 8.9. ببساطة شلون نحسب البريدجوت؟ عندي هاي البوينتس 3.35 في 3 زائد 2 في 1.34 زائد 0.67 زائد 1 0.67 ناقص 0.6 هذا كله في 2 طلعت 8.9 على 3.05، راح يطلع لي تقريبا 3 لينز. زين، الخطوة الثانية اجي احسب اللودينج. اللود شنو عندي؟ ستاب ثيكنس في الجاما كونكريت والاسفلت وتاني سوبر امبوز لود. انا عندي بروتكتنج كفرنج اضافية 0.7، ستاب ثيكنس 0.16 في 25 زائد 0.7 تطلع 4.7 كيلو نيوتن على المتر المربع. احسب المومنت جوين من الديد لود 4.7 استخرجتها، الاسين 1.34 تربيع على 10 علي 0.844 كيلو نيوتن في متر لكل متر، هاي مهمة لكل متر. لايف لودينج من القانون مباشرة 3.28 زائد 1.34 بين قوسين 6 قوسين زائد 2.32 اضربها في 72. ليش في 72؟ قلنا البي اعلى واللودينج، وانا عندي امس 18 في 0.8. ليش 0.8؟ لان عندي 3 لينز. تمام، من عندي 3 لين واكثر اخذ 0.8. اذا الام لايف قد 11.5 او 11.51 كيلو نيوتن في متر لكل متر. انتقل للامباكت لودينج. امباكت فاكتور راح يساوي 15.24 اس ان 1.34 38.1 30.386 اكبر من 0.3. اذا ناخذ الامباكت فاكتور يساوي ايش قد؟ 0.3. من عند احسب الام اي راح تطلع 3.45 كيلو نيوتن في متر لكل متر. هذا بدي احسب الام توتال، ومن عندها اروح اطلع دي ريكوايرد من القانون، ورا ما استخرج الاف سي الاف اس الان والكي والجي والار كلها ملحقات اجي اصمم. بما انه دا استخدم وحدات نيوتن ملم اضرب في 10 اس 6
والبي لا تنسوا ناخذ 1000 ملم يطلع لي دي ريكورد 103.45 ملم. طبعا تنتبه من تستخرج دي ريكورد يطلع بالمليم وهيش قيم بسيطه، من يطلع القيم كلش كبيره يعني 11000 ميتاليف او يطلع لك 0.00 0.03، تنتبه عندك غلط في الوحده مثلا انا يا اما ما موحد الوحدات يا اما الناس تضرب في 10 و6، فتنتبه هالشغلات المفروض تصير عندك انجينيرنج سنس، تنتبه تشوف وين الخطا مالتك وتصحح. طلع الدي افيلبل طلع لي 127 ملم اصغر من دي ريكوايرد اكبر من دي ريكوايرد، اذا اوكي نحسب رينفورسمنت المين رينفورسمنت العمودي على الترافيك طلع 977.3 ملم على المليمتر مربع لكل متر، احسب لي سبيسنج مثلا 201 ابو 16 شيشه ابو 16 على 977 في 1000 يعني 205، انا اقول له يوز 16 لكل 200 مليم توب امبوت. الديستريبيوشن رينفورسمنت 2.2 في الاي اس التسريح الرئيسي على 3.28 اس 2.2 977.3 الاي اس في 3.2 طبعا هنا تنسون هاي اس ان يطلع 654 هذا 0.67 في الاي اس يطلع 654 لازم هذا يطلع اقل من عنده طلع 1025 اكبر من 67% اي اس، اذا نستخدم 67% اي اس اللي هو 654.8 اجي احسب ديسبنسنج اختار شيشه ب 12 يطلع لي 172 ونص، انا اقول له يوز فاي 12 لكل 170 ملم، اقدر اقول له يمكن 150 ملم. نجي على تصميم الجيردر، عندي انتيريور جيردر اول شيء ابلش فيه اجي احسب الابعاد مالته، عندي ال اتش ال سنتر تو سنتر مطلعني 15.6 على 16 يطلع لي 9.75 اقربه الى الواحد متر، احسب السبان لينث اللي راح استخدمه بالقوانين الجايه يا اما ال سنتر تو سنتر 15.6 يا اما ال ان زائد اتش، ال ان 15 ال اتش ان استخرجته من هالخطوة واحد 16 متر ياهو الاصغر 15.6 متر، احسب الافكتيف سبان لينك اللي هو 15.6 متر، الافكتيف لانج ويت في البي اف ال على 4 يعني 15 هاي ال سنتر تو سنتر او ال اللي استخرجته هنا على 4 15.6 على 4 3.9 لو 16 تي في البي دبليو تطلع 2.91 لو الاس ان 1 زائد الاس ان 2 على 2 زائد بي دبليو تطلع 1.69 يا ولد اصلا بيناتين قيمة الثالثة، اذا نختار ال 1.69 كي بي اف. قبل من اول صار عندي هذا مثلا الجيردر مالتي هذا 1.69 ارتفاع مالته كل الجيرد واحد جيد لودينج راح اسبه هاي 35 في 0.84 على 1.69 في 16.7 على 1.69 موجود الرسم واخده على الرسم مالتنا على الابعاد كلها 1.84 فاول شي حسبت هذا بدلت باللون الاحمر ثم حسبت هذا باللون الاخضر مطلع 0.35 في 0.84 من جوني 0.84 من 1 ناقصا 0.16 زين هذا من اجي انا بروتكتنج كفرنج، بروتكتنج كفرنج وين يصير؟ يصير فقط فوق الجيردر ومأثر على الجيردر، فاضرب 0.7 في 1.69 من يقول لكم بروتكتنج كفرنج دائما من استخرج الديد لودينج اضربه في البي اف 15.293 كيلو نيوتن لكل متر مربع، هذا ما كل كل متر. بعدين اجي احسب الام دي 15.293 في 15.6 لكل تربيع الاي ال استخرجته من الخطوه السابقه على 8 تطلع 465.2131 كيلو نيوتن في متر. اجي احسب اللايف لودينج كل الشغل خلينا نقول التعقيد ياكل وقت بالجيردر بريدج هو باللايف لودينج، لازم مو شي احسب الديستريبيوشن فاكتور بعدين نجي اشوف الكيسات مال اللايف لودينج.
حسبنا الديان سابقا وحسبت البريدج لين هو 3 لينز السنتر تو سنتر 1.34 على 0.35 على 2 زائد 3.5 على 2 يطلع 1.69. طبعا هنا السنتر تو سنتر ساوى للبي اف يعني هاي قيمه وهاي قيمه بس نفس القيمه الهن اصغر من الاس ماكس. منين جبت الاس ماكس؟ هنا على اعتبار ان كونكريت ستابون كونكريت جيردر عندي اكثر من لين واحد الاس ماكس الجيرد 3 متر اذا اقدر احسب الديستريبيوشن فاكتور 0.66 في الاس سنتر تو سنتر اللي هي الجيرد 1.69 متر تطلع 1.1154 طبعا شنو نسبتين من البي. هسه ابدي احسب اللايف لود كيس. الكيس الاول انه اقارن طول السبان ويا طول التراك، طلع طول السبان اكبر من طول التراك اذا الكيس الاول يشتغل مثل ما اتفقنا. هو عرف سابقا نجي نسلط اللودينج او السبان السياره او اللود مال السياره على السبان راح يطلع لي بي 1 وبي 2. طبعا هنا تنتبهون احنا ضاربين ديستريبيوشن فاكتور. الخطوه الثانيه تجي تطلع المحصله تستخرج قيم ال X وال C دوران نقدر نستخرج ال B1 وال B2. المحصلة وين؟ أنا لسه دا أشتغل مو على السبان، دا أشتغل على التراك. طلعنا المحصلة اللي هو مجموع القوة مال التراك. طبعا هنا صار 80.31 جاية من جاية 72 في ديستريبيوشن فاكتور اللي ماني مستخرج. هاي كذلك وهاي كذلك. طلعت ال R حتى ألقى الـ X راح أخذ مومنت أو هاي النقطة اللي هي شو اسمها نقطة O. سميت مومنت طلعت الـ X يساوي 5.69 متر، C يساوي 1.42 متر. ما راح أركز هواي على هذا الموضوع لأن إحنا سبق وأخذناه. بعدين راح أخلي السنتر مال الـ Vehicle على الـ طبعا هنا أنا هو الـ X هاي السنتر يعني كان تأثير المحصلة. النقطة تأثير المحصلة راح أجيبها وأخليها سنتر البيم اللي هو هنا، ومن طريقة راح احسب البي 1 والبي 2. البي 1 راح يساوي مثل ما مبين عندكم، طبعا احنا سبق واخذين يمكن حتى بالارقام بالمحاضرة مال اللايف لود كيسز. فال على 2 ال على 2 ناقصا 4.27 ناقصا السي على 2 طلعت في البي 1 2.82 البي 2 نطلعها بهاي الطريقة اللي هو يساوي ال L ناقصا 4.27 4.27 ناقصا ال B1. طبعا 4.27 هو طول المسافة بين لود ولود، يطلع ال B2 4.24 متر. ورا ما استخرجته اروح ارسم ال Bending Moment Diagram، ومن عندها استخرج ال BL Max. ال ML Max راح تساوي لي 496.4 كيلو نيوتن في متر. هسه بقى كل ما هي بس هسه مراجعة او تعتبر فد مراجعة سريعة لان هو جزء من الحل. نجي نحسب الامباكت لودينج، طلع لي امباكت فاكتور بس انتبهوا هنا ان الاي اللي قد اخذتها 15.6 طلعت لي الاي 0.2838 اصغر من 0.3 اذا لا ما يقدر استخرجه تطلع 140.88 وراها استخرج التوتر راح يطلع 1102.49 كيلو نيوتن في متر. بس اقدر اروح اصمم او اختار حديد تسليح ورا ما استخرج الجي افيلبل. هنا نفترض عندي كم عندي 3 سراوات شيش تسليح يعني راح يكون بهالطريقة بهالطريقة. فمن نحكي نحسب الدي راح يكون الاتش ناقصا الكبر ناقصا الاسترابس ناقصا قطر مال الشيش ناقصا السبيسنج ناقصا نص قطر الشيش، فراح يصير 845 ملم دي افيلبل. اروح من عنده احسب الرينفورسمنت اللي عندي الام توتال اضربه في 10.6، عندي الاف اس دي 854 من الخطوه السابقه ناقصا التي ثيكنس مال السلاب 160 على 2 راح يطلع 8376 6.5 مليمتر. اختار شيش ابو 36 يطلع 1080 نمبر اوف بارز احتاج 9 بارز كل سره 3. طبعا هسه واحد يسالني سؤال منطقي انه شلون نعرف 3 سراوات؟
طبعا هاي تجي من الخبرة. هسه أنت مثلا كطالب ما مر عليك وخبرته قليلة، أجي أول شيء أفرض مثلا سرة واحد، راح أحسب أنه من أجي أحسب البي دبليو، من أجي أحسب البي دبليو هنا مثل ما أحسب هنا هسه طلع أوكي طلع 292 أصغر من 350، راح تطلع قيمة هاي القيمة 292 أكبر من 350، يعني السراوات راح تاخذ البراغي أكبر من العرض مال البي مال الويب، ما راح تطلع. فراح تجرب مثلا سراوين، تيجي تحسب همين عدد الشياش مثلا، خلينا نفرض 9 راح يطلع عدد الشياش بالسرا الواحد مثلا 4 أو 5، راح تشوف انه ما راح يكفي، فتضطر ايش راح تسوي؟ ثلاث سراوات مثلا، ما فادت ثلاث سراوات، ابدا اكبر مثلا قطر الشيش، بس اوريدي احنا ماخذين قطر الشيش كبير 6 أجزاء، بس اكو اطار اكبر تقدر تكبر. نجي نحسب الشير ديزاين في دي 15.293 ب 15.6 على 2 119.3. اجي احسب ال VL اللي هو عبارة عن ال RA اللي هو ال Reaction، احسبه ببساطة ال Impact Shear، من عنده احسب ال V Total واحسب ال Shear Reinforcement. التسليح مال الشير او ال Straps راح اختار 113، يعني قطر 12 اللي يكون المساحة مالته 113 متر. طبعا التسليح مال الشير هو عبارة عن هذا ال Straps دائما يكون قطر قليل للـ V total. هسه احسب الـ VC V concrete وقارن بين الـ V total والـ V concrete. الـ V concrete يساوي 9% تحت الجذر اف برايم سي في الـ BW في الـ D، يطلع لي طلع لي الـ V concrete 134.5. انا الـ V total زيد طالع لي، اذا نرجع للخطوة السابقة طلع لي 277. اذا مقاومة الشير للكونكريت اصغر من الشير المسلط، فأحتاج أقوي مقاومة الشير بالإضافة إلى مقاومة الكونكريت، أضيف مقاومة إضافية أضيف لها الستربس أو أضيف حديد التسليح. فأختار من أحد السبيسينج المينيموم من القيم الدي على 2، أنا عندي دي 154 على 2 أو 600، أو أطبق هاي المعادلة أي بي اللي هي 2 في الأي بي 226 في الإف إس 270، الدي 854، الفي توتال 277.86 ناقص الفي سي 134.5 أو هاي المعادلة. يهو أصغر قيمة عندني، أربع قيم راح أختارها، طلعت الأصغر قيمة هي قيمة الثالثة 288، إذا أقول له يوز فاي 12 على 200 أز ستراس. وهذا أكمل كون كمل التسليح الانتيرير جيردر، نفس الخطوات نفس الشغل، أنتقل للإكستيرير جيردر. طبعا هذا السؤال مطول، ما معقول يجيكم بالامتحان، بس هو سؤال شامل حتى تعرف شلون نصمم الجيردر بريدج من البداية للنهاية، من السلاب للانتيرير جيردر الاكستيرير جيردر، حالة بيسك العادية. طبعا هو كتصميم بيه هواي تفاصيل ادفانس، يعني اللي يريد يطلع اللي يريد يقرأ اكثر اكو هواي مصادر انه تشرح شلون تصمم. طبعا حتى الكود هو الاشتو نفسه ما تحدث، احنا اللي نحكي منهجنا مال الكود 1973 نزلت هواي إصدارات هواي تعديلات عليها، بس كأساس كمنهج أساسي هو نفسه. نيجي على الإكستيرير جيردر، جيردر دايمينشن نفسه بالضبط مع الإنتيرير جيردر، فماكو داعي نعيده، ناخذ نفس الأبعاد لأن هي نفس المعطيات ونفس الخطوات. الجيردر لودينج، الديد لودينج هو نفسه بالضبط بالإضافة للأديشنال ويت، الأديشنال ويت 0.6 في 25%، تنتبهون هذا العرض منطقي اياه قد 0.6، الارتفاع منطقي اياه قد، نرجع لبداية السؤال منطقي اياه 25%، في 25 جاما كونكريت. طبعا هذه العكبة الصغيرة يعني قربناها صارت يعني اعتبرناها مستطيل، اذا 0.6 في 25% في 25 بالاضافة الى ال WD المستخرج جانب الانتيرير جيردر يطلع 19.043. احسب ال MD 19.043 في 15.6 على 8، يطلع شوية اعلى من ال MD مال الانتيرير 579.3. عندي احسب ال distribution factor، قبل ماكو جدول هنا قبل ال hand calculation،
افترض الحالة الاولى انه عندي 3 wheel load between girders احوله الى يعني 2D احسب ال V1 وال V2 ال V2 راح يطلع لي هنا نرف سالب اذا انتقل للكيس الثاني مثل ما تعلمنا بالمحاضرة السابقة احسب ال V3 اللي هي تيجي هنا ما عندي V3 قبل احسب ال reaction هنا لازم احسب ال V1 وال V2 B2 هنا طلعت لي هم سالب بدنا نروح للكيس الثالث اللي هو عبارة عن لود واحد راح تكون من عند احسب ال reaction RA اللي هو راح يمثل لي distribution factor 7.84 نلفي تمام راح احسب ال live loading ماكو داعي احسب الكيسات عندي ال ML interior مثل ما تعلمنا ضربه بال distribution factor exterior على ال distribution factor interior يطلع لي ال ML exterior 348.92 كيلو نيوتن في متر impact loading احسب ال I هي نفس ال I السابقة الحلو بال exterior girder اذا اتجهت حال interior girder راح يسهل الحل لان انت سبق واستخرجت ان يكون هنا يطلع 99.02 لان ال M total 1027 اصغر من ال M interior فماكو داعي اعد التسليح ولا اطلع ال D ولا اطلع ال تسليح اقول له عمم التسليح مال ال interior girder على ال exterior girder وبهذا نكون قد خلصنا حل السؤال. هذا سؤال شامل اذا حليته من البدايه للنهايه وضبطته تكون انت ضبطت الماده. تبقى عندنا بعض الفد مثالين راح ناخذ راح نسلط الضوء على بعض الطلبات قد يطلبها منك او قد تجيك في الامتحان. مثلا طبعا عفوا قلنا شير ديزاين هم نطلع ال في دي 148.53 البي ال نسوي الرياكشن من هذا القانون تقدر ترسم السبورت هذا هنا إذا ما تريد تحفظ عندك هنا التراك لودينج 72 في الديستريبيوشن فاكتور أي 72 في الديستريبيوشن فاكتور 18 في الديستريبيوشن فاكتور عندك المسافات هاي 4.27 هاي 4.27 الاس سنتر تو سنتر طلعت الرياكشن اللي هو هذا ال ار اي نفس ال في ار طلع ال في اي ال في توتال وتروح بالضبط تستخدم نفس ال يعني ال في توتال مال ال exterior girder أصغر من مال ال interior فأقول لك استخدم نفس التسليح مال ال interior girder. أريد أن أسمي هذا ال example هذا ال example إحنا أسان يكون غطيت المادة وانتهى موضوعنا ماكو بعد شيء جديد بس راح أسلط الضوء بالأمثلة الجاية على بعض المرات قد يطلب بعض الشغلات أريدكم تنتبهون عليها وما تفوت عليكم. مثلا هذا girder deck bridge having the following data او having the data below شي يريد خلينا نشوف هذا عندي منطيني هذا المقطع من الجسر يريد شي يريد تحسب له live load moment at total span ها مثل هاي الاسئله هي اللي تجي ليش؟ يعني ما يتطلب منك حل كامل وحل طويل وياخذ من عندك وقت جزء معين من الحل مو من البداية اكو طلاب يقولوا الاستاذ مثلا انا اجيب لهم جزء معين يقعد يحل لي من البداية على ما يوصل لهذا الجزء ويقول لي ما كفي الوقت مال الامتحان لا انا طالب من عندك جزء معين وحاسب الوقت اللي هذا الجزء ايش قد ياخذ من عندك وقت فمن اريدك تحله تروح مباشرة لهذا الجزء بدون ما تضيع وقتك بشغلات ما مطلوبة مثلا هنا أنا بهذا السؤال يطلب find max live load moment at 30 span 1/3 من الاسبان for the interior girder نعطيني الانتيرير سبان 14.5 متر سبان سنتر تو سنتر 15 والام اس 18 هي نوع التراك نفس الشيء سوليوشن بالبداية احسب العرض مال الجسر اللي هو 1.-0.06 3 في 2 في 0.36 3 في 0.4 زائد 1.8 يعني هاي اللي تعلمنا عليه 21.2 احسب ايش كم لين عندي طلع 7 لينز ديد لود اني ما احتاجه قبل اروح على اللايف لودينج من احتاج اللايف لودينج احتاج الديستريبيوشن فاكتور بما انه انتيرير جيردر اروح اول شيء اتشيك التيبل طلعت الاس سنتر تو سنتر 4 متر اروح الثاني كومم على ثاني اختيار بما انه الاس سنتر تو سنتر 4 متر انا عندي 3 متر لازم اروح احلها هاند كالكوليشن اجي على الكيس الاول من 3 ويل لود مثل هاي الصوره احوله الى 2 دايمنشنال رسم
احسب البي 1 والبي 2. البي 2 اذا موجبه اوكي مثل ما تعلمنا، طلعت لي البي 2 موجبه. اذا اروح انقل اللود على السبورت مثل بالصوره واحسب البي 3 راح تطلع لي البي 3 جت 95%. اروح اقسم السبان بهذا الشكل واحسب الار اي والار بي اداء ومن اداء، راح استخرج الديستريبيوشن فاكتور، راح يكون الديستريبيوشن فاكتور جت 2.7125 بي. زين اوكي انا استخرج الديستريبيوشن فاكتور، اروح استخرج الـ L effective span length اللي نحتاجه. عن الـ L center to center 15 متر، الـ L زائد N يساوي 16 متر، اختبار الـ H يساوي 1.5. اذن انا اريد، انا ليش احتاج، لان انا اريد ما اريد كل اللايف لود، اريده على الثلث، ثلث الـ span 15.3 يساوي 5 متر. انه عندما الكيس الاول عندما يكون اللود واحد على نقطة اي، وين نقطة اي اللي هي راح تكون هنا نقطة اي، فاجي اجيب السيارة واخلي اللود واحد اللي هو يكون 72 اخليه هنا، فراح يكون هذا الشكل. اجي اقطع بنقطة اي واحسب الام اي بعد ما اخذ مومنت بنقطة اي. عندي رياكشن قدرت استخرج بسهولة ار اي. اذا الحالة الاولى المومنت قد راح يطلع لي 1047.7. الحالة الثانية عندما تكون اللود رقم 2.A يعني شوية تقدمت السيارة، اجي اقطع هنا راح يكون هذا الشكل الناتج. طبعا هاي القوة 72.27. اجي هم احسب مومنت بنقطة A راح يطلع لي المومنت شقد 839، اختار الاعلى اذا 1047 كيلو نيوتن في متر، وهذا يكون قد كملنا حل هذا السؤال. السؤال الثاني اللي اريدكم تنتبهون عليه نفس الفكره، for the girder deck bridge having the following data. راح احاول احل على السريع. كثير سبان 15 منطيني سبان سنتر تو سنتر 15 متر، نوع السياره مس 18، الاسفلت ويت منطيني اياه، الهاند ريل ويت الاف برايم سي 25، اف واي 400 منطيني، هذا البريدج منطيني ابعاد كامله متكامله حتى الاتش منطينيها، فماكو داعي استخدمها. شي يريد، يريد عده شغلات. ماكس لايف مومنت اوف انتيريور جيردر، هذا ما بشي، بس شنو قبل قايل لي اريد ماكس لايف مومنت اوف انتيريور جيردر. قبل اروح على الانتيريور جيردر اترك الديد لود، احسب اللايف لود مال الانتيريور، ديد لود اوف ثلث سبان اوف اكستيريور جيردر. اروح قبل على الاكستيريور جيردر ديد لود، بس ما اطلع ماكسيموم ديد لود، هم اطلع سبان وعلى ثلث المسافه وقصة. بعدين السبيسينج يعني يريد، من يريد سبيسينج اوف 16 سترابس، من يقول سترابس يعني شير مال انتيريور جيرد، يعني اريد الشير مال انتيريور جيرد. بس انتبهوا راح امر على السريع. شوف جيردر دايمنشن الاتش منطيني اياها، الافكتيف سبان لينك اطلع ال سنتر تو سنتر 15.5 متر، ال ال ان زائد ال اتش راح تطلع 16.08، واخيرا البي اف الاصغر من هالقيم طلعت 1.8. ويريد اللايف لودينج، اطلع الديستريبيوشن فاكتور. شلون اطلع الديستريبيوشن فاكتور؟ نفس الخطوات اللي تعلمناها. اربع طلعت لي فور لين، اربع حارات، السنتر تو سنتر طلع 1.8 اصغر من الاس ماكس 3 متر. اذا استخدم من الجدول راح يطلع لي 0.66 من الاس سنتر تو سنتر طلع 1.188. اضربهم باللودينج مال الويل مال السياره، اطلع الحالة الكيسات مال لايف لود المرين عليها، راح يطلع الكيس رقم واحد، ومثل ما علمنا بالكيس رقم واحد راح امر بيها على السريع. عفوا راح يطلع عندي الام ماكس جيد 524 كيلو نيوتن في متر. الديد لود هنا هم اطلع الدبليو دي، بس ما راح اطبق القانون مال ماكس. اروح ارسم السبان، اقص على ثلث المسافة اللي هي هاي باللون خلينا نقول الماروني هذا، واخذ مومنت بهاي النقطة راح يطلع لي الام المطلوب مال الشير الاسترابس. هو بس اطبق القانون مال الشير ومع البي توتال، واروح استخدم المينيموم سبيسنج. اتمنى الصورة تكون واضحة والحل واضح. اي تساؤل، اي استفسار، تراسلوني
وحتى هذا نهاية المحاضرة تكون كملنا الجسور ككل، كملنا الون واي كل تفاصيلها، وكملنا الجيردر بريدج. شكرا لاستماعكم، مع السلامة.